واصل الان لكونر يمشي كره اليمين لفريق العروبه يتحصل عليها فريق العروبه جول. هذا العروبه وهذا اسلوبه ابراهيم الحربي يتقدم بفريق العروبه. الله عليها من فرصه وحيده في هذه البدايه، بدايه سريعه لفريق العروبه. الله على الهدف الاول، الله على فريق العروبه. العروبه المتطور، العروبه هذا الموسم غير، العروبه قادم لدور روشن على هذا الاداء الكبير على هذا المستوى. الله على فرصه خطفها من الدفاع، تقدم فيها ابو خليل ابراهيم يسجل الهدف الاول لفريق العروبه. بداية قوية، بداية سريعة لفريق العروبة. شوف التمريرة الجميلة، شوفها على اليمين، شوف كيف حضرها نكل الفرنسي لإبراهيم الحربي يسددها على المرمى. الله عليه من كنترول على أخذ الكرة وخطفها من الدفاع للعيبة فريق هجر. فريق هجر يعاني يعاني يعاني. هذه كرة كولوبالي بكاري أخطأ في هذه اللقطة. شوف أخذ الكرة وأبعد المدافع هولندي، كرة أمامية واصل على اليمين، محاولة أمام إبراهيم الحربي، كرة عند تياغو بيزيرا هذا البرازيلي، هذا تياغو بيزيرا. الله، لا يمكن أن يغيب عن التسجيل، إنه أسطورة العروبة هذا الموسم تياغو بيزيرا. اللاعب البرازيلي يضع له بصمة في كل جولة، تياغو بيزيرا قلبهم النابض، تياغو بيزيرا نجمهم في هذا الموسم، تياغو بيزيرا أسطورة برازيلية تعطي الآمال الكبيرة لمحبين فريق العروبة. الهدف الثاني، الهدف الثاني يحضر في هذه الدقيقة. ربع ساعة مجنونة، ربع ساعة كبيرة على فريق هجر. شوف الأخطاء الدفاعية البسيطة اللي ما فيها حرص كبير من الدفاع. الله عليك يا تياغو، تياغو البرازيلي هذا حبيبهم، هذا هدافهم، هذا كابتان وقائد، لذلك أبقوك يا تياغو أنت الكبير. هل يحضرون بأول هدف فريق هجر؟ أدريانو، أدريانو يتقدم، أدريانو في المرمى، جول لفريق هجر، هدف أول لفريق هجر. البرازيلي يسجل، أدريانو شيخ الأندية الآن يقلص النتيجة عن طريق لاعبها البرازيلي أدريانو. أدريانو أنطونيو يسجل الهدف الأول لشيخ الأندية، وتقوى الهجر، تقوى الهجر. الله على هذا الهدف الآن، يسجل من ركلة الجزاء لفريق هجر في هذه الدقائق. هدف مقابل هدفين لأصحاب الأرض لفريق العروبة. هل يعطي هذا الهدف المعنويات لفريق هجر في الدقائق القادمة؟ ونشاهد تحفيز للعيبة فريق هجر بعد تقليص النتيجة. هدفين مقابل هدف، وضع الهدف وسجل أدريانو هدف. كرة باليسار أمامية، إبراهيم الحربي يلعب كرة اليسار، نوكولو، نوكولو ياخذ مساحة وفرصة لهدف ثالث. الله عليك يا تياغو بيزيرا، الله على هذا اللاعب الأسطوري، إنه البرازيلي والكابيتانو تياغو بيزيرا يسجل الهدف الثالث، يسجل رصاصة رحمة. شوف التحرك، شوف الانتهاز، الفرصة، هذا تياغو بيزيرا جاء من خلف المدافعين وخطفها. والله مهاجم، هذا المهاجم اللي يعجبك، اللي يتصرف، اللي يفهم الأرضية ويفهم الصناعة. شوف الهدف والأسيست الجميل، شوف التحرك، شوف الانطلاقة لهذا المهاجم تياغو بيزيرا. أتعبهم تياغو، أتعبهم بيزيرا، هذا كيف يخرج من مناطقه، هذا كيف يجد الفرصة ويتقدم إلى الأمام. الله على تياغو بيزيرا
هو هذا البرازيلي، هو هذا البرازيلي. هذه الفرصة وهذه العرضية ممكن نشاهد معها تسلل، لكنه كولا وكولا حاول وعرضها وانتظر تياغو اللي وضعها في المرمى. هل فيها راية مع الإعادة مع مراجعة الحالة؟ تياغو بيزيرا يسجل الهدف الثالث، عرضية مثالية مدروسة بكل تأكيد بكل أهمية لفريق العروبة، هدف ثالث